السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماسي انتم معكم هجعكم شاكت خير ورجع لكم ريم ماسك فيديو جديد ساري كتير. توحشت ابتسام اعرف هذيك برنامج هاي قاي لايك كومنت اشتراك ويول نبدا هاي شيخ اهلا ابتسام تقول لهم ايه جاوبوني ذا الجواب بالضبط تقول له هاي فلان يقول لها هاي ابتسام فر يقول له هاي ابتسام سواش ماسي ما شاء الله ياكله بس شفناك تبيب باري الرواية تحت الطاولة شفناك داخل تحت الطاولة ذلك انت عدل شنو اكسبوزيسيون هنا عدل هي تعود ان شاء الله ناجحة كيف نسختنا الماضية النسخة الماضية متأكد انها ناجحة الانترو متأكد على انها ناجحة يا الفاشل انت فاشل فوق ناجحة شنو دليلك عليها؟ التجارة كاملة ماضية ناس كاملة ساتيسفيد اللي جات وخلق كامل بيعرف واهم شيء عندها التجارة نصيحتي انا لكم تو التجارة مش زرع وشعر شبهتك عدت طول مظاهري هاي ابتسام ما شاء الله شو ماسي الحمد لله واني ذاك صاحب شوغر مامي تذكرينه هاي ابتسام دوتو تذكرته تلاهي طال خلقت ونهارات شنو كان موقفك منها موقفي كان حياد انا صراحة من الوقت اللي ذي الفترة من حياتي قبال مريلاكسي فترة قبال من حياتي مريلاكسي قالوا شوغر مامي تصرف علي وتاكي ما غط ظهري في الدار كراع لكراع فالت ريكول احلو ما نتابع اي شيء شي شفته ما نعلق عليه والخير انا اصمت تبقي نصيحة اخوك اصمت اوع شعاري الفترة ما عندي ما عندي اي تعليق لا بك العقل شعار يا الزمن قلع شعار اللي في باطك وجيت تكلمي يا لولي ما طلعت شوغر مامي ان شاء الله قلت لكم انا زروك ما طلعت شوغر مامي ان شاء الله طويله مالي تعرفوا علي اعرفوا قال انا نعطيكم أخباره كان حلاق ويعرف نوع من قيش القرارية طيب القرارية تنقال ليش؟ هاي ابتسام هاي علي هاي ابتسام تكوما حلاق وراسك كومسة مثل يقول لك طباخ السم يذوقه شو مستاش رقيق فعلا كيو ساخ الاظفار شو ماسي؟ ما شاء الله شو ماسي؟ علي انت ميت فنان وعد حلاق لك شنو سربي والله شو السبب وشنو عليك؟ بوها انا كنت حلاق عدت مهندس معماري ترك تعرفوا لانه صاحبي وانا قاعد رياكشي عليه عادي ياك تعرفوا لانه ما عندي ولا جو وساطة كبير سقيل لي وراك تالي تم ابتسام تجيب لي في الزباين وانا نجلي ومشيت في شغل الفن قست الفن اللي قنيت الجماهير تفلوا على وجهي والي صوتي صوتي قال لي انا مش عارفني انا تهتي مني انا مش انا شباب بمناسبة الصوت ملاحظين على صوتي لان يعني انا صور لي لحلقة وانا ما اعرف خير منه موهبة تستحق الدفن رجعت قلت قليلة شوي عود كرياتيف فاليكس عود كرياتيف قولها لين قني لك بشرط تقني معايا فتسمعني هي صوتها فيجلدها لك خوك هنا هي بصوتها هل هذا هي تتكلم اصلا من اي جينجا فريش قارد غير قنيتك اليوم خلص امشي احبشي لا انت لا يرد امشي امشي مني افتصلي مني نحلي منت الناس نحلي منه وياك ما تلي قني صوته رعبنا اوانا لاني استعب الحلاق علي مساكين كان فاهم عن حد يبغى يعود مترقي وداخل الملية يلا يتمشي مداك يخبط كلمة مخيخة من الفرنسية ومرة كان له يعدل سيربريز وقال سنبريز وشاعت رو ايوه المهم لا حد يشيع بشي جايز راني كرد لكم سنبريز نو خلوكم من سنبريز والله الغمزة شنو يا علي نفسها دي الغمزة غمزة المتحرش الرسمي إبراهيم مخاصي ممكن تعملي الغمزة اللي انت مشهور بيها؟ أوي أوي عيني يا واد يا أمي هي والله ما هي هي والله ما هي مامي عندها قصة طويلة في المحاكم الهولندية ثم لها الخير مكرودة في بارتا مامي شبوه والله شن مع حضانة متها جميل جميل أنا استعجل قصة رائعة قصة رائعة مالو اسم ذيك الفاشينيستا ما عنده حواجب تذكرينها فيها نضال وكفاح انساني نبيل نضال ونبيل هذو اسامي رجالة طلسينة تشوذي القصة وين هي طفيلتك؟ هذا السؤال وين هي طفيلتك؟ صقعتني عجنتها ودخلتها بالمنين جارت ما رايف كرشي طفيلتش
بعد ياسر 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 من الصعوبات. الفلسفة اللي تطعني أنا المشاعر. المرأة قالت لك منين هي طفيرتك؟ قولي لها في الدار، والله قولي لها منين هي ذاكرة. بعد ياسر من الصعوبات والمحونات والإرهاقات والعراقيل. شو بسؤال بسيط، بنتك منين؟ قولي رأيي في الدار بس، وفي السؤال. ياسر ياسر من الضيقة. قديت الحمد لله ان نسجلها في المغرب. سجلتها في المغرب، ليش؟ نوع على ذاك الوقت. في المغرب كان عندي دشوا بين المغرب والسنغال. بمناسبة السنغال يوم نمنا على. يوم ما طلعت لك ريلاسيون. وش تصير ضحكة. نفس الجزء الاول، الازقة والحواري والكباريات. شيخ اسمع، انا اعلن عندك البوم جديد تحضر له. والله فات خال منه، شو قلت تعطيني اخباره؟ البوم له 7 سنوات ويحضره. انت لك تحضر جن يعود مدال وحصل. ذاك البوم صنق نعطيك من اخباره ولا يطرم ولي الله الحق. ذاك مشي مني في تعدته قاع بروموسيون وفات حس به ياسر الناس. صح، وانا حسيت انا من الناس اللي حسوا بيك. فات لا بريمير شانسون، البريمير سينجل، عدنا البريمير سينجل من فهم اكتشفنا لانها ان كوبل ومحينا. ايه ايوه اخا، غير ظروف قاهره قد قاعد قد ما نبقى نقولها. ما بقى الوينش خوك وينش الطب الزفك بيتش ما تطقنش عالشنش فيك بس طب النبلونش زميلي ما تعيش في ستيتش نسمع لما الغل يفش تطلع لما الدنيا تهش تتصورك ونقول معلش ما عنديش قلب فبسيط ركل السين واخد تقبيل.